وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلي إن الحكومة سوف تفعل أمر الدفاع رقم 11 والذي يفرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات. طبعا مشاهدينا حديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الدكتور بسام الحجاوي وهو استشاري أوبئة. دكتور بسام أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور إذن الحكومة تتجه لفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة، الأول بالأخير هو لصحة المواطن. نتحدث اليوم حول فعلا الأهمية الضرورية التي قد يجهلها البعض لارتداء الكمامة لمواجهة هذا الفيروس. يعطيك العافية أستاذ طارق. حياك الله دكتور. وكما تعلم بأنه احنا يعني في الأردن إنجازاتنا اللي وصلنا إليها بأرقامنا يعني نفتخر فيها. نعم. إضافة إلى احنا دخلنا في مرحلة الانفتاح على اقتصادنا، الانفتاح التدريجي، وصلنا إلى أنه موظفي الدولة، موظفي القطاع الخاص يعملون، فطبعا الدولة في حذر كامل بحيث أنها تراقب السلوكيات البشرية، بحيث أنه احنا في اشتراطات صحية، أنت بدك تفتح مطاعم، بدك تفتح مسابح، بدك تفتح قهاوي، بدك تفتح أعمال، وزارات، موظفين، إلا يكون في تجمعات. احنا ننهى عن التجمعات لأن التجمعات هي التي قد تؤدي إلى أن الفيروس ينتشر من خلال التجمعات. وبناء عليه لاحظنا في الأسبوع اللي إحنا فيه يعني الأعداد لا تزال غير مقلقة، لكن إذا استمرت بذلك فإحنا في يعني تسارع. لكن إحنا ننظر إلى الإصابات المحلية، لحد الآن أمورنا تحت السيطرة. إذا بتلاحظ أنه القانون إذا تفعل يجب على ذلك، يعني يجب على كل مواطن أن يلتزم التزاما كاملا. نشوف الدول الآن تلجأ إلى لبس الكمامة، إلى استعمال الكمامة في التجمعات، إلى استعمال غسيل الأيدي، إلى أنك تتعامل مع الأسطح بحذر، تتعامل مع الزملاء، نبعد عن التجمعات. كل هذا المطلوب فقط، يعني وسائل رخيصة لا تحتاج إلى بديهيات. ونظل إحنا كمواطنين مقتنعين إنه هذه ليست مؤامرة، الفيروس أصبح حقيقة واقعة، ويجب علينا إنه إحنا بحذر حتى نمر من هذه المرحلة. أرقامنا زي ما أنت لاحظت اليوم في 27 إصابة، الحمد لله الحالات المحلية هي 4 إصابات، البارح كان 12، يعني عكس التوقعات زي ما كنا نقول بتزيد ما بتزيد، الأمور تمام. يعني إحنا أعلى رقم في هذا الأسبوع أو من شهرين هو كان 27 هو اليوم، وقبل في يومين صار 23. إحنا لحد الآن ضمن الأطر الصحيحة. الوبائيات نعم. عادة ما تتميز بأن في رصد مبكر، رصد سريع، شفت الفرق تتحرك. يعني معالي وزير الصحة شغلتين، فرق الرصد تتحرك بمرونة وسهولة وتتجه حسب وين الحالات لنرصد تتبعها. إذا لاحظت الحالات كلها لها علاقة مثلا بزميلنا الطبيب طيب. اللي أصيب، لها علاقة بأشياء أخرى، لها علاقة في حالات السائقي الشاحنة، لها علاقة ست كان عندها 6 إصابات من أولادها، يعني كلها محصورة ومعروفة والحمد لله. طيب دكتور، احنا شفنا اليوم الخميس إن حوالي 5 أيام أو 6 أيام يعني على فتح معظم القطاعات في المملكة، عم نشوف الناس عم تذهب إلى المطاعم، إلى المقاهي، إلى غيرها من الأماكن الحيوية والمكتظة بالمواطنين. اليوم كم نحتاج من الوقت لنقول إن شاء الله ما في عندنا إصابات محلية واسعة؟ لأنه بعد أنا بعرف إن الشخص إذا أصيب يحتاج إلى 3 أيام أو 5 أيام لتظهر عليه الأعراض. نحكي إذا الأسبوع القادم بإذن الله لم نشهد إصابات محلية واسعة، أمورنا بألف خير في المملكة. يعني خليني أعلق، بجوز إحنا الكل يعلم والذين يعملون في احتواء الوباء سواء حكومة أو لجان فنية كلها تعلم أن إحنا نتوقع إصابات، يعني نتوقع مع الانفتاح الاقتصاد لأنه ضرورة ملحة، الاقتصاد يجب أن نتعايش معه، فنتوقع إصابات. لكن إحنا زي ما حكينا الإصابات ضمن المعدلات المتوقعة، يعني بجوز أعلى رقم أنا أذكره كان عندنا 41 إصابة في أحد الأيام قبل شهرين، وبناء عليه الحمد لله إحنا تمام. هلأ الحكومة وضعت مستويات خطورة، يعني في منخفض الخطورة، معتدل، متوسط، عالي الخطورة، كيف نفتح، كيف نسكر، كيف نرجع خطوة. نتمنى أنه إحنا كما نقول إن ما نرجع لخطوط لورا ونحافظ على إنجازاتنا. فإحنا بتطلب مطالب أنت عمالك أنت في متناول اليد. هلا اذا انت بتلاحظ لازم يعني لجان التفتيش
سكرت محلات وأنذرت محلات، وهذه يعني إحنا يعني نتمنى أن الناس يتفهموا هذا الموضوع. يعني أتمنى أنا مثلا خلنا نقول كمامتي بجيبتي، بحس أن أنا بدي ألتقي باثنين ومش واقفين كويس بلبس كمامتي، فقط هذا المطلوب مني أن ألبس الكمامي، أني لما أستعمل الأسطح أغسل إيدي كويس، لما أنا أرجع البيت قبل ما هذا أفوت حمام عشان ما أكون عرضة للآخرين. كل هذا الكلام هو المطلوب. ليش؟ لا يوجد مطعوم حتى الآن ولا يوجد علاج، وسياستنا كما تتناقل وكالات الأنباء، لازلنا سيدي الناس الذين ليس لديهم أعراض لازالوا يشكلوا خطورة في نقل العدوى. حتى لو كان 10% أو 5% زي بتتناقش الصحف 5% أنا ولا أرقامي أنا حساسي وهشي، أنا عندي هلأ 890 إصابة منذ الوباء، وهذا فخر. شوف أنت الدول اللي جنبينا وصلت باليوم 3000 و2000، دولنا العربية في إقليمنا، فإحنا نفتخر أنه لازم نحافظ حتى الإصابات اللي بتطلع بوزيتيف عمالنا وبدون أعراض نعزلها في مستشفياتنا، لأنه عندنا الحمد لله سعة نظام صحي يستوعب. نتمنى أن نظل في هيك الأمور حتى تنقشع الغمامة. طيب. عن الوباء. دكتور بدي استثمر وجودك معنا وأسألك، تسأل قلت اليوم عندنا بفضل الله مقارنة بالعديد من الدول 850 إصابة منذ بدء هذه الأزمة، ولكن أيضا بالنسبة إلى عدد الفحوصات المخبرية لهذا الفيروس عندنا حوالي أو أكثر ما يزيد عن 249 ألف فحص، اليوم كان هناك أكثر من 8000 فحص، بالتالي هل هذه النسبة عدد الإصابات مقارنة بما تم فحصه حتى هذه اللحظة رقم ممتاز أم بحاجة لكي نحكم على الوضع الوبائي في المملكة ملايين الفحوصات المخبرية؟ يعني هو ما فيش فيها معيار أو مؤشر عالمي قديش تفحص، كل ما فحصت أكثر. فأنت إذا لاحظت معالي الوزير مهتم في الوزارة من خلال فرق الرصد، شوف أنت قبل 10 أيام كنا نفحص 4، هلا وصلنا 9، هذا رقم ممتاز. يعني إحنا كنا حاطين في مخنا أنه بعد شهر نوصل 10، هاي وصلنا 9 اليوم. لما أنت بتعمل 9000 فحص يومي وبطلع عندك حسب المصفوفة التي وضعتها الحكومة، إذا كان أكثر من 1-2% منهم بوزيتيف، أنت بتفكر جديا في الموضوع. إحنا عماله ما بطلع عنا من الحالات العشوائية، كل الحالات العشوائية اللي بتطلع هي موجهة للفئات المعرضة للخطر، وبناء عليه إحنا نتلمس كل حالة محتملة، كل حالة موجودة وقد اختلطت. يعني شوف طبيب الأسنان خلنا نقول أكيد اختلط في ناس كثير، يعني مرضى كثير، خلنا نقول اللي كان، شوف أنت كيف الوصلة الوبائية، أنه كيف أنت بيجي حد مثلا عامل نظافي في البشير تواصل مع طبيب الأسنان، زوجة مثلا سائق كذا إلى آخره، كلها في ترابط وبائي تكتشفها فرق الرصد اللي هي بتطلع. يعني أنا بروح على الوزارة 30 سيارة بتتحرك يوميا في الاتجاه الموحد، شوف الرمسة اشتغلت في إصابات، يعني ما فيش حد منزل لأنك لازم رابد ريسبونس. نعم دكتور. يعني فرق الرصد السريع، وبناء عليه إحنا وضعنا كويس. بس ظل على الجمهور مواطنينا، وأنا انبسطت بأمر الدفاع اللي لازم كل واحد يلتزم ويكون مسؤول عن نفسه حتى نحمي نفسنا ونحمي عائلتنا ونحمي بلدنا في أقل التكاليف. نعم. وهي تشكرك جزيلا شكرا دكتور بسام الحجاوي استشاري أوبئة، شكرا جزيلا لك.